السلام عليكم طلابنا الأعزاء. اليوم محاضرتنا هي المحاضرة الرابعة في كورس كراون أند بريدج الثالثة. طلاب اليوم راح نحكي لكم عن الفينيشينج لاين. الفينيشينج لاين هو شنو تعريفه؟ هو إيماجينري لاين طبعاً، وسيبريتنج بتوين ذا بريبيرد أند أن بريبيرد تو ستراكشر، يعني السن اللي إحنا راح نسوي له تحضير ما بين المكان اللي إحنا حضرناه وما بين المكان اللي ما طخينا أصلاً. أكفت خط فاصل مثل ما تشوفون هنا، مثل هذا الخط او مثل هذا لما نباوع اوكلوزالي، هذا نسميه فينيشينج لاين. هذا النوع، هذا الفينيشينج لاين كلش مهم، لانه معظم الفيلرز تبدا من هاي المكان. معظم الفيلر مالت الكراون اند بريدج يبدي لنا من هذا المكان. اذا هذا المكان ما انضبط او كان به خلل، راح يصير عندنا فد مشاكل بالكراون اند بريدج تؤدي الى الفشل بالمستقبل. طبعا شنو التايبس اوف فينيشينج لاين؟ طبعا اكوردنج تو شيب او ديزاين او الشكل اللي راح ينتج بالنهايه. النوع الاول نسميه نايف ايج، كذلك يسموه فيذر ايج. النوع الثاني شامفر، هيفي شامبر، شامفر او ديب شامفر احنا نسميه مرات، شولدر، راديول شولدر، شولدر وبابل. اكو بعض الانواع بعد ما نستخدمها اصلا، يعني مثلا نايف ايج والراديول شولدر ما نستعملها. اختزلت الانواع الى نايف ايج هو كلش قليل، وديب شامفر، شامفر، شولدر، شولدر وذ بابل. زين راح نجي على النوع الاول اللي هو نايف ايج او فيذر ايج. شنو الادفانتج مالته؟ كونزرفاتيف. هو طبعا شنو طلاب؟ باعونه للجهه اليمين. هذا هو البير اللي نستعمله حتى نسوي النايف ايج او الفيذر ايج بريباريشن، وهذا راح يكون البريبير توث، هاي اللثه طبعا، وهذا اللي هنا واصل للبريباريشن. شوفوا هاي الحافه شلون حاده، هو هذا يسموه النايف ايج. شنو الادفانتج مالته؟ كونزرفاتيف، لانه احنا ما نشيل تو ستراكشر هواي، راح تشوفون بالانواع الجايه شلون نشيل اكثر. ايزي تو بريبير، كلش سهل، بس هذا تحط البير بالتربين وتاخذ لك فره على السن، راح يكمل لك اياه. بيرنشبل، طلاب بيرنشبل شنو يعني؟ هي الصفه بالمعدن هاي موجوده، لما راح يجي الكراون معدني هنا بهذا المكان، بهذا المكان راح يكون الكراون المعدني ثن، فلذلك اقدر بالبرنشر الانسترومنت اللي عندكم بالبرنشر اقدر اضغطه هنا اسوي له ادابتيشن على الوول حتى اسد اي جاب. شنو الديس ادفانتج بهذا النوع؟ ديفيكولت تو بي ايدنتيفايد، يعني لما راح ناخذ امبريشن نوديها للمختبر راح يلقى صعوبه بان يشوف الفينشنج لاين، وين الفينشنج لاين يظل يدور عليه. ثاني شيء ثن، فيري ثن، ولذلك ما نقدر نستعمله، يعني الحافه مالته راح تكون ثن، ولذلك هذا النوع من البربريشن من الفينشنج لاين ما يفيد بعض انواع الكراونز مثل السيراميك وغيرها، وانما يفيد بس المتل وعلى الاكثر الجولد. طبعا الحافه مالت المعدن لانه راح تصير كلش ثين، راح تصير هم يعني يصير بها ديستورشن، وممكن انه تنكسر وممكن انه تنثلم. الانديكيشن وين نستعمل هذا النوع من الفيشنج لاين؟ مثل ما قلت لكم هو نوع كلش قليل الاستعمال، نستعمله بالفول ميتال كراون ونستعمله باللينجوال سيرفيس اوف 3 كوارتر كراون. زين نجي على النوع الثاني شامفر فينشنج لاين، هذا نستعمله بكثره ايضا. هذا النوع نستعمله احنا يعني شكو واحد انديكيشن اكو للفيذر ايج سوينا بمكانه شامفر هسه احنا بهالايام هاي. طلاب هذا نوع البير اللي نستعمله بهذا المكان، هذا نوع البير، وهذا نوع الفينشنج لاين اللي طبعا هاي البريبيرد توث، وهذا هذا ان بريبيرد، هذا ان بريبيرد، وهذا من هنا بريبيرد. هاي المنطقه هذا شكل الفينشنج لاين نسميه شامفر، اللي هو شنو معناها؟ معناها سلوبت مثل النايف ايج بس شويه ديبر. وين نستعمله طلاب هذا النوع؟ نستعمله بالفول ميتال كراون، مثل ما قلت لكم احنا عوضنا يعني بعد الفيذر ايج قمنا ما نستعمله لان بمشاكل، فقمنا نستعمل الشامفر، فهو تقريبا نفس الانديكيشن مالت الشامفر مالت الفيذر ايج. زين الهيفي شامفر شنو او الديب شامفر احنا نسميه مرات؟ هذا راح يكون نفس الشامفر القديم بالضبط، بس شنو؟ يصير ديبر. شوف هسه هنا اذا تقارنون الصوره السابقه بهاي الصوره تلقون الكت بهالمنطقه هاي ديبر، يعني احنا صاير الكت مالتنا اعمق بهالمكان هذا، ولذلك نسميه هيفي شامفر او ديب شامفر. هذا طلاب نستعمله لما يكون عندنا راح نقرر نستخدم كراون اللي هو بورسلين فيوست ميتال او اول سيراميك كراون، يفيد لنا هذا النوع. النوع الثالث او الرابع اللي هو شولدر فينيشنج لاين. الشولدر شنو طلاب؟ معناها هذا طبعا هو من اسمه كتف،
الفينشنج لاين مالتنا يصير مثل الكتف. شوفوا نستعمل له هذا النوع من البير اللي هو يصير فلات اند، النهايه مالته تكون فلات، ونقصها بهالشكل هذا. هذا البريبير تو ستراكشر، هذا الان بريبير. فاذا شكل الفينشنج لاين مالتنا صار شنو؟ صار شولدر فينشنج لاين. الطلاب هو ذا ليست كونزرفاتيف، ايزي بالامبرشن، ايزي انه بالمختبر يشوفه، يعطينا بلك للماتيريال. ولذلك ولما نستعمل لما نحتاج الى سيراميك كراون او نحتاج الى سيراميك فيوز تو ميتال، فمعناها نحتاج ثيك ماتيريال من الكراون، راح نسوي الشولدر فينش لاين حتى نعطيه مجال. زين الشولدر وذ بوفل مثل ما تشوفون نفس من ساعه اللي شفتوا قبل شويه، شفتوا الشولدر كان هيك هالشكل عدل. هنا انا قالوا هاي الحافه مو كان منظر عدل، خلينا نسوي لها بوفلنج هنا بزاويه 45 درجه. الفائده من هذا البوفل يخفي لنا المعدن الداخلي مرات، ومرات يخلي لنا حافه الكراون جوا اللثه، يعني اللثه تكون هنا جايه، فحافه الكراون جوا اللثه يصير الاستاتيك مالته كلش اعلى، لانه بيشنت او اي واحد راح يجي باوع ما راح يشوف حافه الكراون طبعا. ويعطينا برنشبل مارجن اذا كنا مستعملين المتل، ويعطينا انف سبيس فور شيب اون كونتور، وريدوس مارجن ديسكريبنسي، ريدوس ان سبورتد انامل انديكيشن وين وي ار يوزنج ا كومبينيشن اوف متل اند فيسنج ماتيريال، مثلا بورسلين ويا متل، وكذلك فور اكستريملي شورت وولز. ليش فور اكستريملي شورت وولز؟ طلاب ان شاء الله يعني انتوا عندكم بس تحفظوها، وانما انتوا بالخامس ان شاء الله راح تروحون على الكلينيكال بارت اوف كراون اند بريدج، راح تعرفون شنو هاي الفقرات. زين هنا راح نراويكم شنو المقارنه، يعني كلها حطيناها الفينشنج لاين في مكان واحد حتى تشوفون شنو الفرق بيناتهم. هذا عندنا شولدر، اول واحد هو شولدر، شوفوا الزاويه مالته، طبعا هاي الزاويه يسموها بات يعني 90 درجه. هذا الشولدر، هذا شولدر وذ بافل، نفس الشولدر بس هنا الحافه مالته صار بها بافلنج 90 درجه. هذا هو الديب شامفر او الهيفي شامفر، وهذا هو الشامفر او النايف ايج، اعتقد هذا الشامفر، الشامفر. زين فاذا شامفر، ديب شامفر، شولدر وذ بافل، وشولدر. هنا كاتب لكم ايضا الانديكيشن، ها كلها موجوده بالمحاضره، متال سيراميك، اول سيراميك، جاكيت كراونز، بكل او متال كذا كذا. هاي الصوره يعني تريد تحكون انت تمشون على هذا الحكي الجو، لا تحاولون تحفظوه، احفظوا الانديكيشن مال كل نوع من الكراون على حده اللي احنا بنعطيكم اياها بالمحاضره اصلا. شكرا طلاب.